طيب بالنسبه بمناسبه الله يعزك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل راى من امراه شيئا فلياتي اهلها او إيه يعني حديث كده يعني المناسبه اللي اتقال فيها الحديث ده المناسبه ان النبي راى امراه على ما ورد في الطرق فذهب واتى اهله لدفع الشيطان عن نفسه. السلام عليكم.